غريبة، بقالنا مدة يعني من ساعة ما كنا في الإعدادية ما شفتكيش معجبة بحد بالشكل ده. خلاص يا ستي، أول ما استلم الشيفت بتاعي هقلبلك الدنيا عليه. مش أنتي قلتي إن شفتيه على البيتش وإن هو جيست عندنا؟ خلاص يا قمر. يا سلام، إحنا الأوتيل بتاعنا فيه فوق الألفين أوضة، هتلاقيه بقى فين إن شاء الله. بعدين أنتي عارفة إني ما كنتش بعمل كده غلاسة وخلاص، أنا كانت كل مشكلتي إني بدور على واحد في حاجة مختلفة، وطبعا لازم يبقى له كيان في شغله زي ما انا كده هيبقى ليا كيان في شغلي لما افتح المطعم الايطالي اللي نفسي فيه. عبالي ان شاء الله ما تلمي تكاليف المطعم بتاعك ده اكون موت انا على ايديك. طيب اتفضلي خلاصي عشان نلحق الشفت بتاعنا بدل ما يطردونا. لا يطردونا لا، انا بكرامتي استقيل.